بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الطلبة الأعزاء، سنوات أولى متوسط، إذا مرحبا بكم إلى قناتكم. اليوم جبت لكم درس تاع الفيزياء، إذا ننتقل على بركة الله إلى الميدان الثاني وهو المادة وتحولاتها. إذا أول درس راح نشوفه في المادة وتحولاتها هو الطول. ما معنى الطول؟ الطول هو مقدار فيزيائي رمزه ال. وش معناتها الطول؟ اي جسم. اذا اولا قبل ما ندخل في الدرس تاع هذا الطول، لازم تعرفوا ان الطول الوحده الاساسيه تاعو هو المتر. اذا الوحده الاساسيه لقياس الطول هي المتر، ويرمز له ب ام. ثم بعد ذلك اول سؤال يجينا في هذا الدرس يقول: ما هي الأدوات المستعملة لقياس الأطوال؟ إذا هذا السؤال ممكن يجيكم في الاختبار أو الفروض. لازم تعرفوا الشيء أن بين الوحدة والأدوات شيئين مختلفين. الوحدة هي الرمز، أو باش الوحدة هي المتر، هي الوحدة الأساسية. ثم بعد ذلك أما الأداة لإيجاد كم، مثلا في الكتاب المدرسي كم يعني له من، أو يعني قياس باب، مثلا طول باب مثلا، أو غرفة كم لها من طول وعرض. هنا نستعمل أداة. ما هي هذه الأدوات؟ إذا السؤال هو: ما هي الأدوات المستعملة لقياس أي طول؟ إذا الجواب راح يكون كالتالي: لقياس الأطوال نستعمل الأدوات التالية. هناك أدوات إذا ممكن استعمالها لقياس طول، وذلك حسب الجسم. مثلا مثلكم، ما هو قيس طول الكتاب؟ مثلا نقول لكم احسب لي طول هذا الكتاب. اذا في هذه الحاله راح تستعمل اول شيء بديهي هي المسطره. كما تعلمون لديكم جميعا مسطره، سواء مسطره عاديه او كوس او اي مسطره. هذه المسطره راح تستعمل في قياس اي طول تريدونه. مثلا طول هذه الورقه نستعمل مسطره. إذا لإيجاد طول الكتاب أو مقلمة أو ممحى، أي طول يكون طوله معقول نستعمل المسطرة. ثم بعد ذلك كاين الشريط المتري. الشريط المتري ممكن يكون بهذا النوع. هذا الشريط المتري يستعمل في لقياس طول أكبر من مثلا طول الكتاب. مثلا يستعمل كثيرا في المتاجر، مثلا عند شراء الأقمشة، يستعمل في أطول النوافذ، الطاولة مثلا، قامة إنسان نستعمل الشريط المتري. راح نوريكم في الصورة. إذا المسطرة، الشريط المتري، لاحظوا معايا. إذا هنا نلاحظ في الصورة كاين مسطرة إذا معدنية. ثم بعد ذلك عندنا شريط متري اللي ورده لكم من قبل، هذا هو الشريط المتري. ثم عندنا أنواع شريط المتري، ممكن بهذا النوع على شكل مسطرة، ثم بهذا النوع أيضا هو شريط متري، يقاس كثيرا عند قياس الأبواب أو قاعة مثلا عند حساب الطول تاعها أو العرض أو إلى أشياء غير ذلك. إذا الأدوات، هذه هي الأدوات المستعملة. هناك أدوات أخرى راح نتطرق إليها، تابعوا فقط الدرس. إذا الأداة الثالثة تسمى القدم القنوية. أعلم أن هذه الأداة جديدة عليكم، ولكن هي أداة بسيطة تستعمل لقياس الأطوال، خاصة الصغيرة أو الأجسام اللي لها قطر، مثلا داخلي أو خارجي لأسطوانة، مثلا لقياس السمك والعمق. مثلا لو كنت نجيب لكم مثال، هذه العلبة، مثلا هذه العلبة، نلاحظ أن هذه العلبة ما نقدرش نقيس العمق تاعها او القطر تاعها بالمسطره. لهذا مثلا حنستعمل القدم القنويه، راح نوري لكم الشكل تاعها. اذا هذا هو الشكل تاع القدم القنويه، هي شكلها العام هذه. ثم راح نمد لكم نبذه صغيره على القدم القنويه. لاحظتوا انها، لاحظوا جيدا، اذا لاحظوا الشكل. اذا القدم القنويه لها فك ثابت اللي هو هذا الفك، ثم عندها فك متحرك، راح تشوفوا في الصورة الثالثة راح تشوفوا هذا الفك كيف يتحرك. ثم عندي هنا برغي التثبيت،
ثم عندنا مسطرتين، المسطرة الأولى الطويلة هذه هي مسطرة مليمترية، أما المسطرة الثانية اللي هي هذه المسطرة تسمى المسطرة الفرنية أو فرنية عشرية، يعني تمدنا ما وراء الفاصلة. ثم بعد ذلك عندنا هذه الساق المعدنية، هذه الساق المعدنية تستعمل لحساب عمق أي أسطوانة مثلا. إذا هذه فكرة فقط عن القدم القنوية، راح نشوفوا كيف تستعمل، يعني كيف طريقة إيجاد مثلا أي شكل. مثلا هنا نلاحظ أن لإيجاد طول هذه القطعة نلاحظ كيف في الرسم. إذا لاحظوا معايا هذه هي القدم، لاحظوا معايا لقياس هذه القطعة المعدنية، شوفوا كيف راح تقيس. اذا لاحظوا معايا راح نضع القطعه المعدنيه، رحت له بالمسطره، راح تمد لكم القياس تاعها، هذه قياس بالمسطره المليمتريه مدت لي 2.4، ثم نزيدوا لها القيس بالفرانيه وين يكون هذا الخط عمودي على القيس الفرانيه على المسطره. فقط نبذه فقط هي ليست في البرنامج، حبيت فقط نوريها لكم كيف يمكن استعمال هذه المسطره. إذا المسطرة يعني هنا المسطرة المليمترية تمد لكم هنا الرقم، هنا الصفر وين يجي الصفر على المسطرة المليمترية يمد لنا الرقم للجزء الصحيح. لاحظوا معايا نعاود لكم الشكل، هنا قلت لكم يجي الجزء الصحيح، ثم بعد ذلك هنا وين يجي العمود تاع المسطرة الفرنية معامد للمسطرة تخرج لكم الجزء العشري، ثم نجمعوا بيناتهم يخرج لنا 2.47 كما هي في الصورة، ليس مطلوبة منكم، أنا حبيت فقط نمد لكم صورة باش تفهموا، فقط تكون عندكم فكرة ولو بسيطة. نتابع، لاحظوا معايا هذه الصورة هي صورة لقدم قنوية إلكترونية، إذا بدون جمع أو يعني للحساب تمدها لكم مباشرة. نلاحظ أن قطر النقد هذه العملة النقدية هي 25.75، طبعا هي تقاس بالمليمتر، الوحدة تاعها هي مليمتر. إذا هذه قدم قنوية إلكترونية. إذا هذا هي على القدم القنوية. ننتقل على بركة الله إلى النوع الآخر من أداة القياس تاع الطول. إذا نتابع الأداة الرابعة هي عداد المسافات السيارات. إذا عداد المسافات السيارات يستعمل لقياس الكيلومترات بين المدينة وأخرى، لاحظوا معي الصورة. إذا هذا هو عداد المسافات تاع السيارات، كلكم تعرفوه عندما يعني تركبوا السيارة مع أبيكم أو أخوكم أو أحد الأقارب، حتشوفوا أن هذا يحسب لكم المسافة مثلا بين أي مدينة أو أخرى أو بين مكان إلى آخر، هذا هو عداد المسافات تاع السيارات. إذا أتمنى فقط أن تكون الصورة واضحة. نتابع، إذا نتابع الدرس. بعدما شفنا وحدة الأطوال، وحدة قياس الطول هي قلنا المتر، وشفنا الأدوات المستعملة لحساب أي طول جسم ما، الآن راح ندخل في جزء آخر وهو تحويل الوحدات تاع المتر. أولا لازم تعرفوا شفتوه في السنوات الابتدائي أن للمتر هي وحدة قياس الأطوال، وبعد ذلك للمتر أجزاء، طبعا أجزاء أصغر منه ومضاعفات أكبر منه، حنوري لكم الجدول، تبعوا معايا. إذا جدول وحدات قياس الأطوال، قلنا أن المتر عنده أجزاء، هذه الأجزاء أصغر من المتر، ومضاعفات المتر هي أجزاء أكبر منه. نبدأ على بركة الله على أجزاء المتر. ما هي أجزاء المتر؟ المتر له أولا الدي سي متر يرمز له دي أم، والسنتيمتر سي أم، والمليمتر أم أم، هذه هي الرموز تاع المليمتر والسنتيمتر والدي سي متر والمتر. المتر يرمز له بي أم. ثم عندنا مضاعفات المتر، ما هي؟ أولا الديكا متر دام، ثم الهكتو متر اش ام، ثم الكيلو متر كام. اذا لاحظوا معايا هذه الاشياء شفتوها في السنوات
الابتدائي قلت، الرابعة، الثالثة. إذا 1 متر هنا كي نحب نحول من المتر مثلا إلى أجزاء المتر. إذا كي نحب نحول مثلا 1 متر إلى أجزاء المتر، مثلا 1 متر كم يساوي من السنتيمتر؟ هنا في هذه الحالة نمشي بهذا الاتجاه وضيف أصفار إلى غاية الخانة وين كاين سنتيمتر. إذا 1 متر يساوي 100 سنتيمتر. مثلا عندي 15 متر. إذا كيف نكتب 15؟ راح نكتب الأحد أولا عند المتر اللي هو 5. إذا دائما الأحد نكتبه عند 5، يعني 15 متر. إذا نكتب الأحد عند المتر ثم نضيف واحد من هذا الاتجاه باش نقراه 15 متر. مثلا 15 متر كم فيه من ديسيمتر؟ إذا لكي أنتقل من المتر إلى الديسيمتر، يعني دائما في هذا الاتجاه راح أضيف أصفار، إذا يساوي 150 ديسيمتر. مثلا حبيت نعرف كم له من مليمتر، إذا 15 متر كم له من مليمتر؟ إذا راح نزيد، قلت من جهة، عندما أنتقل إلى الجهة اليمنى أضيف أصفار إلى غاية خانة المليمتر، وهكذا. إذا 15 متر فيه كم فيه من مليمتر؟ فيه 15000 مليمتر، وهكذا. أما إذا كان حبيت ندير مضاعفات المتر، مثلا 8 متر كم فيه؟ الآن راح أنتقل إلى الجهة اليسرى، كم فيه من ديكامتر؟ لكي أنتقل إلى الجهة اليسرى واش راح ندير؟ راح ندير 0 أيضا، ولكن في هذه الحالة راح ندير فاصلة. إذا الانتقال إلى الجهة اليسرى راح يكون بالفاصلة. إذا 8 متر كم فيه من ديكامتر؟ فيه 0.8. أما إذا حبيت مثلا 8 كم فيه من هكتومتر، راح أضيف أصفار ثم نزيد الفاصلة. لاحظوا معايا، 8 أنتقل إلى غاية خانة الهكتومتر، نزيد 0 ثم أضيف مرة أخرى 0، ثم واش راح ندير؟ ندير فاصلة. إذا 8 متر كم يساوي؟ يساوي 0.08، وهكذا. أتمنى فقط أن الفكرة يعني وصلت. تمرين بسيط، لاحظوا معايا. إذا يقول المثال: وحد، حول الوحدات التالية. مثلا 18 متر كم فيه من كيلومتر؟ إذا واش راح ندير؟ نكتب أولا 18 في خانة المتر، ولكن حذاري، أين أكتب 8؟ إذا أكتبه عند المتر، قلت الأحد نبدأ بالأحد. إذا نكتب هنا 8 ثم نزيد الواحد، إذا هذه تقرأ 18 متر. قلنا كم فيه من كيلومتر، واش راح ندير؟ قلت عندما أنتقل إلى اليسار هنا واش راح نضيف؟ نضيف أصفار إلى غاية الكيلومتر، إذا نضيف 0. إذا عندما أضفت 0، هل ممكن أن أنطق هل ممكن أن أقرأ هذا العدد؟ لا، إذا لم أضف الفاصلة غير ممكن أن نكتب هذا العدد. إذا أضيف الفاصلة عند خانة الكيلومتر ثم يصبح يساوي 18 متر. كم يساوي من كيلومتر؟ يساوي 0.018. نكتب، طبعا كتبت 0.018 كيلومتر. الآن التحويل الثاني، 1 دي أم. وش معنى الدي أم؟ يعني لاحظوا معايا، هي الديسيمتر. إذا 1 ديسيمتر كم يساوي من مليمتر؟ نجي للجدول، دائما لازم تحفظوا الجدول على ظهر قلب. إذا 1 ديسيمتر إذا كم يساوي من مليمتر؟ أضيف كم من 0؟ 1. نحبس عند الخانة تاع مليمتر. إذا كم يساوي؟ يساوي 100 مليمتر. نكتب العدد الثالث، 15.04 دام. دام وش معنتها؟ معنتها هو الديكامتر. إذا 15.04 ديكامتر كم يساوي من ديسيمتر؟ نجي للجدول، إذا كيف أكتب 15.04 ديكامتر؟ إذا نجي للديكامتر، نكتب الأحد تاع 15. ما هو أحد 15؟ هو 5. إذا نكتب 5 وهنا نكتب الواحد، لاحظوا معايا. إذا ثم بعد ذلك ندير فاصلة
4. نكتب العدد عادي ولكن حذري فقط، دائما الآحاد نكتبه في الوحدة. ثم بعد ذلك يقول كم يساوي من ديسيمتر. إذا كم يساوي من ديسيمتر؟ راح نحل الفاصلة، راح يساوي لي 1504. إذا نكتب يساوي 1504 ديسيمتر. لاحظوا معايا نفس العدد 15.04 ديكامتر كم يساوي من سنتيمتر. إذا نفس العدد، نولي العدد هذا بعدما وضعته. إذا دائما الآحاد عند الديكامتر، ثم نكتب العدد 15.04 إلى غاية كم يساوي من سنتيمتر. هنا قلت كي نمشي لليمين أضيف أصفار لغاية السنتيمتر. إذا كم يساوي؟ هنا راح يساوي 115040. إذا نكتب، إذا 15.04 ديكامتر يساوي 15040 سنتيمتر. نتابع المثال الذي يليه. لاحظوا معي المثال الأخير 3.01 ديسيمتر. إذا نكتب أولا 3.01، أين هو خانة الديسيمتر؟ نجي لخانة الديسيمتر، نكتب دائما الأحد، قلت 3.01. إذا نكتب الأحد 3، ندير الفاصلة 0.1، يقول 3.01 ديسيمتر. قلت دائما نبدأ بالأحد، نكتبوه. ثم بعد ذلك كم يساوي من المتر؟ إذا هنا مجرد أن نضع العدد نحل فاصلة، الفاصلة تروح. ثم يقول كم يساوي من المتر، أضيف الصفر لكي أصل إلى المتر، ثم نعاود ندير الفاصلة من هذا الاتجاه. إذا كم يساوي من المتر؟ راح يصبح لي 0.301. إذا نكتب، إذا قل 3.01 ديسيمتر يساوي 0.301 متر. أتمنى فقط أن الفكرة واضحة. إذا بالتوفيق للجميع والسلام وختام.